ده احنا قلنا اول كيس من الكيسز بتاعت البارشال فراكشنز، اللي هي لو كان الدينومينيتور بتاعي برودكت لبراكتس من ديجري 1، فنجيب البارشال فراكشنز ان انا اقول كونستانت على الاول بلس كونستانت على البراكت التاني بلس كونستانت على التالت اند سو اون، ونجيب كل الكونستانت باستخدام الكفر اب ميثود، والفراكشنز اللي هتطلع كلها لما نيجي نعملها انتجريشن كلهم هيطلعوا كلها. دلوقتي في نوت مهمة جدا 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 لازم تتأكد منها قبل ما تعمل الـ partial fractions بتاعتك. قبل ما تعمل مسألة الـ partial fractions لازم تتأكد إن الـ degree up less than الـ degree down، لازم تتأكد إن الـ degree up less than degree down. لو كان فوق الـ degree قد تحت أو أكبر منه ما ينفعش تعمل partial fractions، لازم تعمل long division في البداية، وبعد ما تعمل long division اللي هيطلع تعمل له partial fractions. طيب ليه لو كان ال degree up قد تحت او اكبر منه ما ينفعش اعمل partial fractions؟ بص معايا كده، ال two fractions اللي قدامك دول الصغيرين اللي احنا بنعرف اصلا نعمل لهم integration، واصلا عاملين partial fractions عشانهم، لما تيجي تعمل لهم common denominator، ال common denominator بتاعهم بتعمل ايه في ال common denominator؟ بتملتبلاي ال two bracts دول في بعض هنا، وبعدين اللي فوق بتعمل اللي هو 4 في البراكت ده و 3 في البراكت ده، فاللي بيجي فوق ده مستحيل يكون الديجري بتاعته اكتر من اللي تحت، لازم يكون اقل منه، ما ينفعش الديجري up يكون less than الديجري، ما ينفعش الديجري up يكون قد تحت او اعلى منه، لازم يكون اقل منه. علشان كده ينفع ارجع مرة تانية واعمل الـ partial fractions. يبقى لما يكون عندي constant على degree 1 وكمان constant على degree 1، في الحالة دي لما نيجي نعمل common denominator يطلع تحت degree 2، ما ينفعش فوق يجي اصلا degree 2 او اعلى منها، لازم يكون اقل من degree 2. فلما نيجي نعكس الكلام ده ونقول لو عندي degree up كانت 2 والديجري داون زي ما انت شايف 2، فما ينفعش اصلا نقول كونستنت على الاول وكونستنت على التاني. ليه ما ينفعش كده؟ لانك لو عملت كومن دينومينيتور للتو براكتس دول مش هيطلعوا فوق ديجري 2 اصلا، لازم يطلع فوق اقل من ديجري 2. علشان كده بنقول قبل ما تعمل البارشال فراكشنز لازم تتاكد ان الديجري اب less than الديجري داون، لو قدها او اعلى منها اعمل لونج ديفيجن الاول وبعد كده اعمل الستاب بتاعت البارشال فراكشن. نشوف اكزامبل على اللونج ديفيجن في حالة البارشال فراكشن. الانتجريشن اللي قدامنا ده 2x cubed minus 4x squared minus x minus 3 over x squared minus 2x minus 3. الديجري up من ديجري 3 والديجري down من ديجري 2، فكده الديجري up greater than the degree down. لو احنا عملنا factorization تحت وعملنا ال partial fractions مستحيل لو جمعت ال partial fractions يجيبوا لي ده، فانا لازم في البداية اعمل long division. فال long division بنكتب اللي فوق هنا وبنكتب اللي تحت هنا، ولما بنيجي نعمل long division بناخد اكبر power ده نعمل divide على أكبر power، يبقى 2x cubed نديفايد على 2x squared فهيطلع 2x. ال 2x اللي طلعت دي نمالتبلاي الكلام ده في كل اللي موجود في الدينامينتور، مالتبلاي 2x في x squared وفي 2x و3 فطلع 2x cubed minus 4x squared minus 6x. بعدين أعمل subtraction للجزء ده minus الجزء ده، لما نيجي نعمل subtraction فيطلع 5x minus 3. طيب نكمل ولا نستوب؟ لا نستوب. ليه؟ لان الديجري اللي وصلت لها ديجري 1 واللي بديفايد عليه اصلا ديجري 2، عشان كده ستوب. لو ما زالت لو الحاجات لسه ديجري بتاعتها 2 او اعلى فبتكمل، هنا بتستوب. اللي انا وصلت له تحت ده بيسموه الريميندر، واللي فوق ده اسمه الكوشنت. يبقى نقدر نكتب بقى الفراكشن الأصلي الكوشنت بنكتبه الأول، بعد كده الريميندر بنكتبه على الدينامينيتور. واخد بالك إن الريميندر ده
الديجري بتاعته أقل من تحت. نقدر بقى نفاكتورايز الدنومينيتور، ومين بقى اللي يتعمل له partial fractions الحتة دي بس، هي اللي تعمل لها partial fraction. فالكوشنت خرج من مسألة partial fraction، الجزء ده تقدر تعمل له partial fraction constant على الأول plus constant على التاني، وتقدر تحسب الكونستنت الأولاني ب3 والكونستنت التاني ب2 بنفس الطريقة بتاعة الكفر اب ميثود اللي احنا شرحناها قبل كده. بعد كده مسألة الانتجريشن بسيطة جدا، ال2 اكس الانتجريشن بتاعها اكس سكوير، و3 اوفر اكس ماينس 3 هي 3 لان اكس ماينس 3، واخر واحد 2 اوفر اكس بلس 1 هي 2 لان اكس بلس 1 بلس. يبقى كده ان شاء الله هننتقل للكيس 2 في البارشال فراكشن.